حنا كساكنة حي مزيرة اللي باقين مجموعة من السكان اللي باقا قاطين دابا حاليا، مجموعة ديال الوثائق المطلوبة ديال الناس اللي عندهم الدياليز، الناس عندهم الكلاوي، الناس عندهم مرض مزمن وكيطالبوا بحقهم على أحسن الوثائق. الوثائق كل شيء دابا حاليا، كاين اللي عنده الوثائق الإدارية كاملة وافية، كاين اللي ما عندوش لاكارت ناسيونال، كاين اللي ما عندوش الراميد وافية ليه. بالنسبة للمطالب ثاني للساكنة، الساكنة كطالب بالاستفادة، استفادة كاملة مازال ما كايناش، كاين مجموعة من المشاكل كيقولوا لك لا حق ما عندناش، هاد الناس ما محصيينش. كاين بعض الساكنة اللي كاين ما في حالهمش، كاين اللي عندهم غير ما حالات تما خدامين فيهم، وناس كيطالبوا بعض الناس ماشي كاع نقولوا كثار اللي كيطالبوا بالمحالات، حيت واحد النسبة قليلة اللي مطالبة بالمحالات، محالات تجارية باش بنادم كقوت الوليدات. كاين اللي واحد مجموعة ديال الناس ماشي نقولوا كثار، كاين أغلبية أربعة الناس ولا ثلاث الناس كلهم هما اللي كيطالبوا بالمحالات، هما بحال هذوك الناس اللي شافوا اللي طالبوا بالمحالات بحال باغيين يقولوا راه كلشي باغي المحالات. لاكارت ناسيونال كاينين مجموعة ديال الناس اللي عندهم دابا الوثائق وافين شهادة السكنة، وملي مشاو بغاو يجدوها قالوا لهم ما وديش شهادة السكنة أصلا ما كايناش، حي مزيريرة ما بقاش، والساكنة ديال مزيريرة راه باقا راه حاليا راه باقا راه مازال ماشي ما كايناش، الساكنة ديال مزيريرة راه كاينة وباقي تما على الاقل واحد 30 اسره اللي باقا تما. حنا من 10 ديال الصباح وحنا هنا كنتسناو، حتى شي واحد ما داها فينا وحتى شي واحد ما سول فينا. حنا وليداتنا مسخسخين في هاد الشموشات وهاد الحاله اللي حنا مكرفسين، وعاد السكن اللي حنا فيه غير لائق، وحتى شي واحد منهم ما بغى يدير معنا شي حل، حتى شي واحد ما طلع علينا، حتى شي واحد ما جا سول فينا. الديور غريب وعينا سماك وحنا في القطره، لا ما لا حتى شي حاجه، حنا مكرفسين تما بمعنى الكلمه، يعني واحد الحاله لا يرثى لها تماك. لا كارطات الناس وافيين ليهم لا كارطات، وحتى شي واحد ما بغى يدير معنا شي حل، عطيونا شي وثيقه باش نصيبوا شي لاكارط، حتى شي واحد ما بغى يسول فينا، حتى شي واحد ما داها فينا تماك. والناس ساكنين يعني زياده وخلق تم، وكيقولوا ليهم ما عاطينهم والو حاليا، لا استفاده لا حتى شي حاجه، حشومه انما هذا منكر. هذا الشيء اللي غنقول، كلشي غيتشرب تما، كلشي. حنا ما عندناش، كاين مسكن عند الدراويش تما، كاين اللي ما لاقيش لقمه العيش ما ياكل، كاين مسكن ما خدام مردام، كي غيدير اللي عنده ثلاثه الاولاد، اللي عنده ربعه، اللي عنده بزاف، كي غيدير بنادم مسكين تما لا خدمه لا رد لا والو، غتشوم تشومير تماك، كي غيدير بنادم، راه لا حول ولا قوه بالله. هادشي اللي غنقولك اسيدي، كنطالبوا بالسكن ديالنا، كنطالبوا بالسكن، تعويض السكن كنطالبوا به. يعني هاد الناس اللي بقاو 10 ولا فوق من 10 الناس اللي بقاو تما كيطالبوا بالسكن ديالهم.